أوقفت السلطات الإسرائيلية أمس شاحنات من المعونات الغذائية وكميات من الوقود التي كانت موجهة إلى قطاع غزة بسبب استمرار المسلحين الفلسطينيين بقصف أراضيها على حد تعبيرها، الأمر الذي استدعى تحذيرا من منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين أونورو التي قالت أن ذلك سيزيد قوة التنظيمات المتطرفة. وعلقت الشرطة الإسرائيلية دخول حمولة 30 شاحنة من المؤن والوقود لغزة بذريعة وجود مخاطر أمنية.